مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. النهاردة في بداية الحلقة لازم نؤكد على بعض الأشياء في الظروف اللي احنا فيها. لازم نؤكد على الوعي، لازم نؤكد على ضمير الشخص، لازم نؤكد على انتماء للبلد، لازم نؤكد على ده كلنا علشان نقدر نعدي المرحلة دي. كل بني آدم عنده وعي وعنده ضمير وعنده انتماء لبلده هيؤدي دوره على أكمل وجه. لازم نعدي المرحلة وإحنا مش خسرانين كتير. لازم النهاردة ما نخسرش. كلمة ما نخسرش دي ما نخسرش كلنا، مش أنا اللي ما أخسرش أو غيري ما يخسرش، ياريت كلنا ما نخسرش. الخسارة دي النهاردة إحنا كلنا مشاركين فيها والمكسب هنشارك فيه. تخيلوا أول مرة من المرات الكبيرة في حياة التاريخ، الشعب المصري دايما واقف جنب بعضه. فالمرة دي عايزين نكسب كلنا عشان نفرح كلنا، عشان الحياة تعود مرة تانية. لازم يكون عندنا أمل في بكرة، لازم ندي نفسنا الأمل في بكرة. بلاش صيغة الإحباط وبلاش صيغة اللي احنا متخوفين. أكيد فيروس متعب جدا وحاجة مؤلمة جدا وفي ضحايا فيه، بس لازم يكون عندنا أمل لبكرة. سنة الحياة لازم نكون عندنا أمل لبكرة والناحية الإيجابية تعلى والناس تتكلم بعض في حواحي إيجابية. كفاية تصدير هلع وفزع للناس، صدقوني لازم يكون عندنا إيجابيات من الموضوع. أي موضوع فيه سلبيات لازم نطلع منه بإيجابيات عشان نقوم مرة تانية، عشان مش ده اللي هيخلص علينا. عندنا أمراض كثيرة جدا ظهرت في العالم، بس قادر النفس البشرية تقدر تنجح وتعدي المرحلة دي. خلينا نروح للوعي بصفة عامة. الوعي ده شيء مهم جدا ان الدولة بدأت اجراءات احترازية، والدولة ده مجلس الوزراء، ده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلع وعمل بيان وقال في اجراءات احترازية. خلينا نتكلم على بعض من الشعب عندنا، ودي قلة القليلة اللي هي دايما تتكلم بتنقد وخلاص. بصراحة شديدة بتنقد، نطلع الدولة تعمل اجراءات احترازية يقولك اصل اتأخرنا. انا بس هو سؤال لحضرتك اللي بتنقد، هو حضرتك عامل دورك؟ هو حضرتك بتؤدي دورك ولا حضرتك قاعد في الشارع؟ ده سؤال مهم. لو حضرتك مؤدي دورك ادي دورك وسيب كل واحد يؤدي دوره في المجتمع عشان نطلع لمرحلة جديدة، نطلع لأمل جديد. الدولة النهاردة كلها واقفة بتعمل اجراءات احترازية، حضرتك دورك في المجتمع حاجة واحدة، تؤدي دورك، تؤدي الدور المهم اللي انت تقعد في عيلتك وتديهم الكلام المفيد وتقول الكلام اللي احنا ما ننفعش نخرج كتير، نخرج للضرورة، كل ده، وتبتدي تقي العيلة، فكل عيلة تقي نفسها لغاية ما المجتمع كله يعدي من المرحلة دي. شيء مهم جدا، صدقوني شيء مهم جدا ان كل واحد ياخد دوره. وكفاية نقد، الرئيس لازم يطلع يخطب، لهجته لازم تكون قوية، لهجته لازم تكون قليلة. بعد إذن حضرتك اعمل دورك. لأن امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة مهمة جدا، لولا الإصلاح الاقتصادي، ولازم نحط تحتها مليون خط. امبارح في مؤتمر المرأة المصرية قال الكلام ده سيادة الرئيس، لولا الإصلاح الاقتصادي. أيوة لولا الإصلاح الاقتصادي، دي حقيقة بالفعل. ما كناش نقدر نصمد مع الأزمة دي فعلا. لو ما كانش مصر عندها إصلاح اقتصادي، ما كانش عندها فلوس، بمعنى ما كانتش تقدر تصمد في المرحلة دي. لأن المرحلة دي مرحلة كبيرة، واقفين، السياحة واقفة، طيران واقف، تجارة، قناة السويس، حاجات كتيرة وقفت كانت بتدخلنا دخل. لكن الحمد لله إن الدولة المصرية عندها أزمة طوارئ وإدارة أزمة طوارئ، وعندنا قادرين تماما إن احنا نعمل ده. وده شيء مهم جدا جدا، وبدليل النهاردة البورصة المصرية بتطلع لأعلى معدلات في العالم 6.8. هتقول عشان ضخنا فلوس، دي حقيقة، ده شيء كويس، ده شيء إيجابي، كويس إن احنا معانا فلوس، كويس إن احنا لسه معانا مواد غذائية زي ما رئيس الوزراء قال عندنا يغطي 6-7 شهور 10 شهور كمان. بس احنا ما نجريش على السوبر ماركت ونسحب الحاجة، نخليها في بيوتنا، كلنا هناكل مع بعض وكلنا هنعدي مع بعض. لازم نكون زي ما كنا طول عمرنا في الشعب المصري إيد واحدة، كلها إيد واحدة. كفاية السوشيال ميديا وكفاية كل واحد طالع يقول كلمتين، يا جماعة ارحمونا بجد، ارحمونا.
كفايه اللي احنا بنصدر للشعب المصري فزع وهلع من الكورونا، معاك ان هو فيروس قاتل والله معاك، بس كفايه نواحي الناس كلها قلقانه، كل واحد طالع يكلم كلمتين وهو اساسا ما يفهمش حاجه. من الاخر بقولها صراحه، نهدى نهدى شويه علشان نعدي هذه المرحله. زي ما في نواحي ايجابيه بتحصل، والنهارده بان دور المثقفين، بان دور مثقفين الدكتور والمهندس والناس النجوم الحقيقيين اللي بيطلعوا يتكلموا للمجتمع. اقعدوا في البيوت، نعمل 1 2 3 4، ده دور مهم، دور مجتمعي مهم، ان النجوم والسادة الافاضل المثقفين والعلماء بيطلعوا يتكلموا مع الناس، والدكاتره طبعا اساسيين في الموضوع. لكن ما لقيش امبارح ناحيه سلبيه، ناحيه سلبيه اللي اخطر من الكورونا، شخص بيطلع يبوس معجبيه على السوشيال ميديا، فرحان بايه حضرتك؟ ليه؟ ده الشعب ده اللي خلاك نجم، الشعب ده اللي طلعك لفوق، والنهارده طالع طبعا تستهتر بالموضوع. يا ريت تستهتر بالموضوع، فعلا المشكله الكبيره في جهل، في قله قليله عندها جهل. صدقوني لسه كان بيكلموني قبل ما اخش الهواء على طول معد الاستاذ محمد ناجي، بيقول ان هو كان في 100 غمر امبارح، والناس عندها ثقافه في العزاء، في 100 غمر واقفين بيعزوا بعض عزاء، بس في الاخر عملوا ايه؟ ما بيسلموش على بعض، مسافات في دفن الموت، في دفن الميت. الناس عندها ثقافه، صدقوني شفت صور كتيره ايجابيه على السوشيال ميديا، ناس كتيره بتنظف في القرى المصريه، عارفين يعني ايه وعي. لكن لما يطلع واحد الشعب المصري اللي خلاه نجم وفي الاخر يطلع يبوس اصحابه وبيتريق وبيهزر، ما تزعلوش مني، احنا ادينا الفرصه. نتمنى ان الصوره السلبيه دي ما تبانش في المجتمع المصري. نتمنى ان احنا نقدر نقف قدام الصور السلبيه، واللي يبقى نجم لازم يستحق يبقى نجم، لازم يستحق يبقى نجم على قدر المسؤوليه. ما ينفعش اي واحد يبقى نخليه نجم عشان كلمتين، لكن المواقف والازمات هي اللي بتبين فعلا الناس، وفعلا الشعب المصري كثيرا من الشعب المصري فعلا ملتزم، ملتزم تماما ومنضبط تماما، الا اللي هو لسه بيتبرمج علينا ان انا نازل في الشارع وانا تمام والناس كلها قاعده في البيوت. هو ده لسه الصوره. الصوره دي نسبتها قليله جدا. نتمنى من كل الناس ان تجابه هذه الصوره وتقف قدامها وتقول لا وتقول ده غلط علشان كلنا نعدي. اكيد دي حاجه مهمه، لو سمحتم خلينا عندنا امل في بكره. بكره باذن الله، باذن الله كل ازماتنا هتدار بالعلم والثقافه، مش هتدار بالجهل. لو سمحتم يا ريت اي واحد يشوف صوره سلبيه يقف ويقول دي صوره سلبيه، وخلينا نروح ايدينا في ايدين بعض عشان هنعدي، ولازم يكون عندنا امل لبكره، وان شاء الله في امل لبكره، يقين بالله ان شاء الله هنعدي، باذن الله هنعدي، بس كله يلتزم. خلينا نبدا في اخبارنا، اخبارنا اكيد كلها بتتكلم على